بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسعد الله صباحكم بكل خير. أخباركم يا رب طيبات. أول حاجة اعذروني أنه أنا ما نزلت فيديو أمس يا بنات، طول عندي التحميل بالحيل ونعست ونمت تقريبا، نمت الساعة يمكن 10:15 تقريبا، 10:15 أي والله نمت، كنت مرة منهكة وتعبانة فحطيت راسي ونمت. تخيلوا نمت والفيديو لسه ما حمل إلى النص. فاليوم راح ينزلكم بإذن الله تعالى تقريبا كذا الساعة 8:30 بالليل أو 9، فخلونا ناخذ هذا الفيديو اللي تعودتوا عليه في كل صبح نسوي فيه ترتيبات صغيرة. بس الأهم من هذا كله مو مهم الترتيبات، المهم أنه نسولف في موضوع مهم وموضوع مفيد، وأتمنى يا رب موضوع اليوم يفيدكم. اليوم موضوعنا بإذن الله تعالى راح نتكلم فيه على الزيارات العائلية أو الزيارات، زيارة الأصدقاء أو زيارات الجيران أو إلى ما لا نهاية. مع الأسف بعض الأمهات لما تروح تزور واحدة من صديقاتها أو تروح تزور واحدة من جاراتها، حنا مبدأ أنك أنت تروحين تاخذين أطفالك معك أبدا. ممكن ما يكون في عندك أحد أنه يعني يقعد مع أطفالك وأنت تبغين تروحين تتونسين وتوسعين صدرك، ولا كمان بالمقابل أنه حنا نحبس الأطفال لأن الأطفال يبغون يلعبون، إذا راحوا أي مكان يبغون يلعبون. حنا ضد التكسير والتخريب اللي يصير أثناء الزيارات. بعض الأمهات اسمحوا لي على الكلمة هذه ما تستحي. طب أنت تشوفين أنه البيت يا شيخ البيت عادي ما في ولا شيء، كيف تخلين أولادك يقطعون يكبون ويسوون؟ عيب عيب عيب. وتقعد تضحك تقول ها والله الله يصلحهم الله يهديهم. لا، هذا مو موضوع للضحك أبدا. بعض الناس فعلا تعبانين ببيوتهم، تلقين بيتها مسكينة متكلفة فيه وتعبانة وحاطة ومسوية، وتلقين أثاثها كله بيج، أثاثها فاتح، مجلسها فاتح، يدخل الولد إيش أقولكم يقلب المجلس فوق تحت، الشوكولاتة ياخذها يمسحها بالكنب، مدري وش يكبكب، مدري وش يعمل، يدخل بخصوصيات البيت، يدخل بالغرف. لا عيب الشيء هذا. أنت راح تزورين ضيف بغض النظر حتى عن صلة القرابة، رايح تزورين ضيف، لازم ولدك يتعلم الاحترام، لازم يكون محترم. ولدك ما هو محترم لا تاخذينه، خليه بالبيت، اتركيه، لا تاخذينه معاكي. تصير القعده كلها ايش؟ تصير القعده كلها شد اعصاب. تلقون راعيه البيت قاعده واعصابها مشدوده، مي قادرة تاخذ راحتها بالسوالف، تحس ان القعده هذه الجايه هذه صارت هم اكثر من ما هي سعه صدر وناسه. هذه اول نقطه. النقطه الثانيه، بعض الناس لما يروحون يزورون الناس ما ياكلون. طب انت ليش راح تزورينهم اصلا؟ راح بس تتفرجين عليهم كذا؟ وانا اعرف ناس شخصيا بالطبع هذا، تروح تزور ولا تاكل بالبيوت، بس عندك فوبيا عيب تحرجين الناس، الناس متكلفه والناس حاطه، كيف ما تاكلين؟ اقعدي ببيتك كولي، ليش جايه عند الناس اصلا؟ خلاص اقعدي بالبيت وكولي. وهذا الصنف من الناس انا صراحه اتجنبهم، لاني انا مساره لما اروح مكان والله اكل، والله أدب بالنعمة وأكل. ليش محطوطة؟ عشان الأكل، أكل وأتقهوى وسولف وتعلل. هذه يعني أنا رايح أزور إنسان جايب وحاطط ومتكلف، أجل أنا ليش رايحة؟ رايحة علشان أقابل وجهه بس؟ لا، أسولف معاه أضحك معاه، هذا من باب أني أنا أكرم الإنسان اللي أنا رايحت له. هو متكلف وهو حاطط وجايب، أقعد أتفرج ما أكل من الأكل اللي هو جايبه، يعني عيب. الشيء الثالث، وهذه العادة المقيتة اللي ما أحبها، الدخول بالجزم. الله يكرمكم، متى ننتهي من العادة السيئة هذه أني أنا أدخل بالجزمة في بيوت الناس؟ حتى لو كان بيت الناس خلاص، حتى لو كان بيتهم سيراميك، لا، أفسخ جزمتي برا. وهذا الشيء أنا بتبعته في بيتي، في زياراتي، لا دخلت بيت ناس في سيراميك أفسخ جزمتي برا، ما أدخل بجزمتي. والبعض لا، تدخل تشوف الدنيا سجاد وتدخل بعادي بجزمتها. وبعض الناس يعني بعض النساء كنبهم سجاد، عفوا، عندهم بيج، تدخل عادي بكنبها، بكعبها، عليه طين، عليها تراب، عليها ما ادري وشو، خلاص تدخل. ترى انت منتي رايحه تستفزين الناس، انت رايحه هذا من باب الادب، من باب الادب. لما تروحين تفسخين جزمتك عند الجزمه هذه داست بالشارع، الله يكرمكم، على مجاري، ممكن داست على، الله يكرمكم، وساخت قطه وساخت كلب، داست على شيء، كيف انت تدخلين عند الناس؟ ناس تصلي، ناس تتعبد ببيتها، كيف تدخلين بجزمتك؟ حتى لو اصحاب البيت لابسين الله يكرمكم جزمه، ممكن جزمتهم هذه داخل البيت ما يطلعون فيها. هذا من باب الادب،
هذه الأشياء تخلي الإنسان اللي أنت تروحين له يحترمك يقدرك. فالبعض تدخل بجزمتها والله ما عندها مشكلة، تفوت بجزمة طين تراب ما أدري وشو عادي ما عندها أشكالية، أهم شيء أنها تدخل. الشيء الرابع التطويل بالزيارات، تروحين تقعدين بعد الساعة 12 بعد الساعة 1 حتى لو كانت سهرة، من باب الأدب أني أمشي، حتى لو كانت سهرة أمشي. خلاص صار أنتي رايحة سهرة 11:30 تكفي، واحمل حالي واطلع. أنا ما أتكلم على القرابة الزايدة زي أمي زي أختي، أنا أتكلم على الزيارات العادية اللي قايلين فيها أنها سهرة. خلاص حدي 11:30 وأمشي يكفي الحمد لله، كذا أنا اكتفيت والحمد لله. الطبع الرابع والخامس لما يعطونك قطعة حلى خلاص وتاخذينها، ما في داعي تقرطين من جنبها وتتركين الباقي، ليش كليتيها طيب أصلا؟ يعني تبغين تبيني انك اتيكيت ولا انت مفجوعه على الاكل ولا ايش بالضبط؟ كليها. لما انت الضيف يقدم لك شيء وانت تاكلي، راعي البيت يقدم لك شيء وانت تاكلينه، هذا من ادخال الفرح والسرور لقلبه، اني انا اكلك اعجبني. واطري اطري امدحي ما شاء الله تبارك الرحمن وش هالزين، ما شاء الله طعمه لذيذ، ما شاء الله كيف عاملينه. يا اخي امدحي اثني على الناس، اجبري خاطرهم بكلمه، ما يضرك ما يضرك بشيء. هنا قاعد اوريكم التسريحه معليش، يوم جلدتها بالجلاد شايفين هذه الطاوله كانت القزازه مكسوره فجلدتها، فقاعد اوريكم اياها هنا. فاثني على الناس، اشكري الناس، اثني على الناس، امدح الناس. الطبع الاخير لو دخلتي مع الباب ما في داعي تتلفتين يمين ويسار، عينك على المكان اللي هم يحددون لك اياه. قالوا لك مثلا فوتي الغرفه هذه معليش مثلا من هنا، ما في داعي ترفعين نظرك وتراعين يمين ويسار وتتاملين يمين ويسار وما ادري ايش، ما في داعي يا بنات. خلاص انت بطريقك كملي وامشي على المكان اللي هم حددوا لك اياه، وطول ما انت ماشيه ما شاء الله تبارك الرحمن، ما شاء الله تبارك الرحمن، الله يزيدكم ما شاء الله وش هالزين هذا ما شاء الله، اجبري الخواطر بكلمه حتى لو الشيء ما جاز لك، امدحي اثني على 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 بيوت الناس وانت ماشيه من غير ما تتلفتين ما شاء الله، وانت عينك كذا بطريقك بمكانك. هذه من العادات الحلوه. برضو كمان اخر شيء الضحك بصوت عالي جدا، قد يكون في برا في رجال في زوجها في أخوها، فهذا من باب الأدب إن حنا وقت نتكلم نكسر صوتنا. هذا كان موضوع اليوم، أتمنى من كل قلبي تكونوا حبيتوا الموضوع واستفدتوا منه. إذا حبيتي شيري وشاركي، مع السلامة.